السلام عليكم الزلف الاول، كيراكم دايرين؟ الحمد لله راكم كاع بخير. دونك كيما قلت لكم، كي تشوفوا هذا النخله فهموا بلي راني في الدوار تحت اقامه جبريه غير قانونيه. شفتوا واش صرا البارح كي طات الموعد الشعب الجزائري؟ اولا نشكر كاع الجزائريين اللي جاوا من 48 ولايه هنايا في الدوار القاغزة في بلدات عين مران في ولاية شلف، باه يخرجوني من هذا الإقامة الجبرية غير قانونية. على بالكم بلي الشرطة راهم قدام الباب، كي داير راسك الشرطة 15 بوليسي راكم أمام الباب 24 ساعة على 40 ساعة، ويعطيهم الصحة اللي جاو باه يعاونونا باه نخرجوا من هذا الاستعمار الجديد تاع هذا النظام الفاسد اللي مازال ما فهمش بلي كان الناس مليون ونص جزائريين ماتوا باه يكون عندنا هذا العلم هذا. فريمون يعطيكم الصحة. على بالكم بلي جاو كاينين في الليل، جاو في الليل كاينين في الصباح، من بعد رحنا للمقبرة. كاين شي بني ربي يرحمو ودادا يسموه نقاز محمد، ما يسموش نقاز عبد دقة. وجبت لهم الدليل وكاع الناس شافوا الدليل الأدلة، ومن بعد نبيبليها في لاباج. ومن بعد واش درنا؟ كنا 1000 واحد. من بعد شفنا البوليسية بغاو يقبلونا، واش درنا؟ مشينا حتى المازونة، كان 14 كيلو. ومن بعد المازونة واش صرا؟ لا بيغي، هادو لي بريغاد سبيسيال هادوك عرفو بلا بيغي، دارو لا كاغول في الوجه وبغاو يحبسوني. وشوفوا لي زوم من مازونة، من مران، من شلف، من سعيدة، من تلمسان، من عنابة، من قسنطينة، وقفوا معايا وما خلاوش هذو الشرطة اللي يمشوا بالتعليمات، ما يمشوش بالقانون. يا والله لحوزوهم، حوزوهم للزوم، هاكم تسمعوا ولا لا؟ وشفتوا فيديو ونزيد نديرها لكم من بعد، للزوم ويعطيهم الصحة. ووقفوا معايا وما خلاوش هذو الناس اللي يمشوا بالتعليمات يقبضوني ويدخلوني في السيلولة كما رم الفين يديروها. وهربوا الحمد لله، بقينا سلميين، بقينا ديمقراطيين، بقينا قانونيين، بقينا حضاريين. يعني كي تشوفوا هذا النظام فاسد مازال يمشي بالتعليمات ويطلب من الشرطة بلا بيغي باه يحبسوا مواطن جزائري بدون سبة قانونية، راجل سياسي وشخصية وطنية. يعني واحد مواطن عادي اللي ما عنده والو كيدير يغبنوه يدخلوا الحبس يقتلوه ورانا رايحين وين يا جماعة؟ هذا النظام فاسد يا والله، ما راه طالق الكرسي. ديروا 1000 مظاهرة سلمية، راكم سمعوا، ديروا 1000 مظاهرة يا والله ما راه طالق الكرسي. بد فهموا مليح، على بالكم واحد كي ولا في الكرسي ماكلة باطل، الماء باطل، السكنة باطل، الطيارة باطل، مدرسة باطل، كوكو باطل، لاتي باطل، قهوة باطل، ليهم شامبان ويسكي حاشاكم باطل، كل شي باطل، طوموبيل باطل، شوفور باطل. راكم حاسبين من هذا النظام اللي عندو يعني ماشي 40 برك، 40 سراق اللي راه من الفوق بصح تحت. هذا النظام جذري، وباه يروح هذا النظام جذري يليق التغيير جذري فاني. يا والله مو خارج شفتو كي رانا نديرو يعني مظاهرات بالرقصه بالغنيه بالضحك. يا والله ما على بالهم كاع. ها شوفوا ديروا البلا ولا لا، ونشوفوا واش صرا في هذا الشهر اللي فات ملي بداو المظاهرات تاع 22 فيفري. حنا بديناهم قبل كيما كنا نلموا الاستمارات من مستغاليم، على بالكم 28 جانفي 28 جانفي بدات في مستغاليم، ويعطيكم الصحه ناس مستغاليم، مستغاليم وهران تيموشانت بوسعاده باتنا وخنشلا طردقت، ضربتها خنشلة طردقت كيما داروا تصويره تاع الرئيس في البلديه
ورئيس البلديه قال له كان كاز يجي منعوا الدخول في البلديه، وما شاء الله الناس خجله وقفوا معايا، وكانوا 10,000 امام البلديه، قال لهم باللي النكازي يدخل ونعملوا الاستمارات ويعطيكم الصحه كاع في 48 ولايه من العنابه لتلمسان، تلمسان غردايات عين قزام وهي رايحه يعطيكم الصحه. يعني كي بدات الفاندو فغي احنا بديناها قبل مع المناضلين تاعنا، والحمد لله ويعطيهم الصحه ويعطيكم الصحه كاع الجزائريين وكاع الجزائريين تاع الخارج فاني. يعني نشوفوا النتيجة، وراهي النتيجة باللي بداو هذو المظاهرات السلمية ضد العهد الخمسة. النتيجة الأولى الرئيس والنظام الفاسد اللي راه معاه الدستور عفس عليه، ما كان حتى دستور دوكا. النتيجة الثانية قال لك ما كان لا انتخابات لا والو، يعني هذا النظام الفاسد خاف لو كان ميكانيسيان يديها. على بالكم بلي الشيباني تاعي ربي يرحمه كان ميكانيسيان، وجاب لي الزب، جاب رجال ونسى ربي يرحمه. ثالثا النتيجة الثالثة الحكومة جديدة، ما كان لا حكومة جديدة لا والو. سمعتوا واش قال بدوي؟ قال نخدم الحكومة تاع يحيى. النتيجة الرابعة سمعتوا واش قالت المعارضة؟ المعارضة قالت بلي نديرو مرحلة انتقالية. على بالكم بلي هذه الحاجة ماشي دستورية، هذه حاجة غير دستورية. ونتيجة الخامسة العالم أمريكان، فرنسا، طاليان، الروس، الصين، انجليز، راهم كاع يساندوا هذا النظام فاسد. يعني ما من العالم راه ضد الشعب. في الاعلام يقول بلي لازم نسمعوا شعب، بصح في الصح والو هذا النظام والله ما تحرك سنتيمات، ما حركهاش، او كونتخير دار مارش اريير. ما كان لا دستور، ما كان لا انتخابات، ما كان ديمقراطيه. راكم تشوفوا انا مواطن عادي، ما يخلونيش كاع نتحرك في البلاد. بوليسيا قدام الدار بيري تحبس لي على المباشر قدام الشعب كومبلي. يعني يا جماعه ما تستناو حتى حاجه من هذا النظام. راكم تشوفوا معارضه راهي تخبط بها تدير كرسي فالي ما على بلاش كاع. اسكو سمعتوا المعارضه تهضر عليا باللي راني تحت اقامه جبريه؟ بورتون كان لي فيديو كان كل شيء. اسكو سمعتوا هذو الحقوقيين ولا محامين هذو يهضروا عليا باللي شوفوا راهم يحقروا في النكاز؟ والله ما على بالهم كاع، ما على بالهمش بيا، يعني غدوه ما على بالهمش كاع بيكم فالي. ما نتفاهموا مليح، راكم تسمعوا ولا لا؟ هذو الناس معارضه ولا الحقوقيين ولا محامين، انايا بحال شخصية وطنية، يعني الناس تعرفني وفي العالم فاني، وما على بالهمش كاع بيا وما يهضروش كاع على الإقامة الجبرية. وغادوا إن شاء الله لو كان يدوا هادو الناس، حسبتوا بلي يهضروا عليكم ولا يدافعوا على الحقوق تبعكم؟ يا والله راكم تدوموا، يا والله ما على بالهم بكم. وهذه المعارضة والحقوقيين وهذو المحامين، هذو كاع من السيستم، هذو كاع خدموا مع السيستم مع النظام. يا جماعة يا جماعة بال 2014 قولوا لي شكون في هذا في هذه البلاد اللي هضركم على الكونترا تاع الغاز، باللي فرنسا عندها 65% من الغاز الطبيعي من ولايه أدرال، طاليان عندها 75% من حاسي بركين، اسبانيا عندها 52% من اليزي، وتقدر عنده ديار في نوي 3 ملايين اورو، وسرق 10,000 مليار سنتيم، وبوشوارب وسلال وسعيداني وهي رايحه. شكون اللي هضر على صوالح هذو؟ اسمحوا لي كان نكاز رشيد برك. اسكو سمعتوا المعارضة تهضر على الكونترا؟ جامي ابدا. اسكو سمعتوا هذو المحامين يهضروا على الكونترا بلي فرنسا عندها كل شيء، والطاليان واسبانيا والامريكان؟ جامي. تبعوا مليح، تبعوا مليح. ضحكتوا عليا كاع، قلت هذا نكاز هذا ما على بالوش كاع. بورتون جبت لكم ادلات، جبت لكم كل شيء بالبرهان، بصح في ذاك الوقت ما درتوش فيها ثقه، بصح معليش كنت جديد وما تعرفونيش. بصح الحمد لله دوكا فقتوا، فقتوا عينيكم نحلوا، الخوف راح الحمد لله. هذه حاجه مليحه، حاجه مليحه، حاجه تتفرح. بصح يا جماعه اغلب لا راعي ما يعرفش الطريق، اغلب اللي يقلو راعي سينو جي بي اس ما كاش. يا جماعه نعطيكم مثال، كيف فرنسا دخلت الجزائر، شو اللي كان يكافح فرنسا؟
مش الشعب، كانوا رجال ونساء. أمير عبد القادر كان زعيم وقال للشعب أي بسم الله لازم نكافحوا هذا استعمار جديد، والشعب وقف كانوا للزم. كي كان الشيخ بقرانية وشي حداد ربي يرحمهم، اسكو الشعب هو اللي ناضل الأول؟ لا يا الخوة، الشيخ بقراني وشي حداد هما اللي وقفوا الولاء، ومن بعد قالوا الشعب أي بسم الله هذا استعمار فرنسي راه يكسرنا في الدين تاعنا وراه يكسر في بلادنا. كي فاطمة مسومر فاني ناضت وقالت الشعب الجزائري ما نخلوش فرنسا تكسرنا بلادنا، ماشي الشعب اللي كان الاول، فاطمة مسومر ما شاء الله ربي يرحمها. كي العلماء بداو يفيقوا باللي دين الاسلام راه يروح وراهم داروا الزاويات باه يكسروا دين الاسلام، كانوا للزام الناس يعرفوا الدين هما اللي فيقوا الشعب الجزائري، وقالوا له يا الشعب الجزائري ما نخلوش فرنسا تكسرنا الدين تاعنا. كي بيسالي الحاج ربي يرحمه فرحه عباس بن ابن باديس مصطفى بن بولعيد كولونيل عبيروش عبار رمضان بالقاسم كريم محمد خيدر ايت احمد والاخرين والاخرين، اسكو الشعب اللي ناضل الاول؟ لا، كانوا 22 وما اللي قالوا يا جماعه هذه فرنسا ما نديروش فيها ثقة، قالت لنا باللي تعطينا الاستقلال في 1945 كما كافحوا الألمان تاع هتلر، ومن بعد داروا علينا وقتلوا 45,000 جزائريين في سطيف في خراطة وفي قلبة، كانوا 22 نهار الأول، ومن بعد الشعب كومبلي رفض السلاح ضد استعمار تاع فرنسا. فهمتوني وين راني رايح ولا لا؟ راني نقولكم يا جماعة هذا النظام عنده عروق في الأمريكان في إسبانيا في الطاليان في الروس في الإنجليز في الصين، وقاع يسالوا في بلادنا. ديجا حكيت لكم 75% طاليان، 52.5% إسبانيا، 65% فرنسا، وهي رايحة وهي رايحة. وهذا شاكيب خليل على بالكم على جالو شركة أمريكية اسمها أرنا داركو، 25 سنة عندها بترول باطل، راكم تسمعوا شركة أمريكية، وعلى بالكم باللي مزوج بالحلال مع أمريكانية، بصح بلادي فضل بلادي فضل يا جماعة. شركة أمريكية يسموها أرنا داركو عندها البترول باطل 25 سنة على جال شاكيب خليل. سمعتوني مليح، فرنسا بترول باطل غاز باطل اسمحوا لي حتى 2043، طاليان الغاز باطل إلى الممات، إسبانيا كيف كيف الغاز باطل إلى الممات، وشكون اللي يخلص في الغاز والبترول؟ الشعب الجزائري مسكين، الشعب الجزائر مسكين هو اللي يخلص، وفرنسا باطل، طاليان باطل، إسبانيا باطل، الأمريكان باطل، نورمال، تعرفوا علاش؟ باسكو هذا النظام فاسد هو اللي باع البلاد الخارج. والشعب هو مسكين يخلص ولنا ربي يموتوا في البحر. يعني الحل يا جماعة لو كان نبقاو كيما هاك شطيح ورديح كل جمعة رانا نعيو في روحنا والله ما على بالهم كاع بينا، وشفتوا بعينيكم الجمعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة سانك فوندودي نتيجة صفر كما الزيرو تاع إليزي، على بالكم سوناطراك عندها 0% من الغاز الطبيعي من ولايه إليزي 0%، يبقى النتيجه تاع هذو المظاهرات 0%، باسكو ما تبغوش تصدوا، على بالكم باللي هذو الناس راهم يدوروا بكم، كانوا في غردية في 2014؟ لا، هضروا على الفساد
جامي. هضروا على هذو الناس عندهم العقار في الخارج، جامي. ما تأمنوهمش، هذو راهم يحوسوا يطلعوا في الموجة. هذا مكان كالنظام كالمعارضة كاع كيف كيف، والله لا كاع كيف كيف. الشعب اللي يقلوا الناس اللي يمثلوا، راكم سمعوا ولا لا؟ وكاين طريقة واحدة برك باه الناس يمثلوا الشعب، هذه الطريقة يسموها الديمقراطية. ديمقراطية. وفي الديمقراطية شكاين؟ كاين انتخابات. لو كان ما نرجعوش الانتخابات، باه الشعب الجزائري هو اللي خير شكون اللي يمثل الشعب، رانا نعيو في روحنا. وقتاش حبسوا الانتخابات؟ حبسهم في 91، ومن بعد شوفوا وسرى 10 سنين عشرية سودة، 200,000 جزائريين ماتوا، والدستور فاني عفسوا عليه. واليوم كيف كيف عفسوا على الدستور وحبسوا الانتخابات. يعني هذا النظام راه باغي باللي تتخلط يا جماعة يا جماعة يا جماعة. لو كان بغيتو حل سياسي وما نبقاوش كما الفينيزولا، على بالكم فينيزولا من 2014 وهما يديروا مظاهرات، راكم تسمعوا 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ما عندهم حتى نتيجة. 5 سنين هما يديروا مظاهرات، يا والله ما داروا فيها والو يا جماعة. يا جماعة لازم يكونوا الانتخابات في الوقت الدستوري 18 أفغيل، والشعب هو اللي خير شكون اللي يمثل الشعب الجزائري وشكون اللي يمثل الجزائر. لو كان ما ديروش ضغوطات، هذا النظام فاسد، بهذا الرئيس لامومي كيما يقولوا هو ميت على بالكم، يخرج ويرجعوا الانتخابات ويحترموا الدستور، هما اللي داروا الدستور. لازم ما نطلبوش تغيير الدستور، نخلوه كيما راه هذا الدستور. راكم تسمعوني؟ نحترموا الدستور اللي هما اللي داروه، وبالدستور اللي داروه في 2016 نديروا الانتخابات كما كانوا واجدين 18 افغيل. باسكو لو كانوا يخرجوا بالدستور ونخرجوا بالانتخابات، يديروا لنا مرحله انتقاليه عام ونص ولا عامين، يعيونا وهما يوجدوا واحد بالنظام، ونبقاو فادين في الديكتاتوريه معهم 20 سنه كيما راهم يديروا الديكتاتوريه هنا قدام الدار. فهمتوني؟ الحل سياسي واحد برك، يحترموا الدستور ويديروا ينظموا الانتخابات. احنا نهضروا بالدستور وبالانتخابات، هذه هي الديمقراطيه. ونبقاو ديما سلميين يا جماعه، ديما قانونيين، ديما ديمقراطيين، وديما حضاريين. وهذو الناس اللي نسمعهم راهم يهضروا في فيسبوك في يوتيوب باللي الكاز رشيد يحوس الفتنه، واش من نهار دات الفتنه ليه؟ واش من نهار؟ أنا ديما نهضر بالدليل. أنا كي قلت لكم نروحوا أمام المرادية ونجيبوا التمر، هما يوجدوا لنا لاتاي، هذه فتنة هذه؟ على بالكم بلي أي واحد يقدر يروح للدار البيضاء وايت هاوس في الماريكان في واشنطن نورمال عادي، هذه حاجة عادية. في فرنسا كيف كيف، في ليليزي نورمال. وراه المشكل، وراه المشكل يا جماعة. ما شفتوش داروا مظاهرات في قدام القصر الحكومة؟ ما قلتوش بلي راهم يحوسوا يديروا الفتنه محامين؟ ذكاز رشيد كي يقول لكم نروحوا نجيبوا تمر ولا تاي امام المراديه تقولوا باغي يدير الفتنه، وكي تشوفوا محامين امام كسر الحكومه ما تقولوش الفتنه، تقول حاجه عاديه هذه. يا جماعه برك انا ما تمسخير، برك انا وما تمسخير، وبرك انا وما هذا المعرض الخرطي اللي راه يتكذب علينا، وهذو الحقوقيين والمحامين اللي يحوسوا نفسهم برك، ما يحوسوش النفس، نفس الجزائر. راكم تشوفوا بعينيكم الجزائر كومبلي على بالها بلي راني تحت الاقامه الجبريه غير قانونيه. وشكون اللي جا؟ واش من الصحفي اللي جا للدار هنا باش يشوف بعينيه؟ راكم تسمع؟ واش من المحامي ولا الحقوقي جا للدار هنايا؟ يا جماعه فيقوا شويه، لازم تشكوا من النظام وتشكوا من المعارضه، باسكو كاع الزريعه واحده. راكم تسمعوا؟ الزريعه واحده. يا والله ما ديروا فيهم كاع ثقه،
يدخلوكم في البير كالنظام كالمعارضة كاع يروحوا السفارة تاع الماريكان تاع فرنسا تاع انجليز تاع طاليان وتاع اسبانيا باسكو كاع راهم باغيين بلي هذوك يكونوا معاهم ويقولوا لهم حنايا حنا المستقبل تاع البلاد. يا جماعة ابقاو واعيين حلوا عينيكم بيان. حل واحد برك نعاودها لكم، يرجعوا الدستور تاعهم الدستور اللي داروه هما ويرجعوا لنا الانتخابات والشعب الشعب هو اللي يخير شكون يولي رئيس، الشعب هو اللي يخير شكون يدخل المجلس الشعبي الوطني، الشعب هو اللي يخير شكون يدخل مجلس الامه. ما ديروا لا مرحله انتقاليه لا والو، هذه ماهيش حاجات دستوريه. كم سمعوني مليح، احنا نهضروا بالدستور، مرحله انتقاليه ماهيش داخله في الدستور، ماهيش مكتوبه كاع في الدستور، فهمتوني ولا لا؟ احنا الحمد لله قرينا عندها مستوى. هذو الناس ما يغلطوناش وما يغلطوش الشعب. ديروا ثقة للناس اللي انتوما خيرتوهم بالانتخابات، ماشي تقولوا هذا عجبني ولا هذه عجبتني. هذه ماشي ديمقراطية، ديمقراطية ماشي هذا عجبني ولا ما عجبتنيش. وراه البرنامج تاعك، عندنا دستور، انا نحترم دستور الجزائر بوطو، ماشي انا اللي كتبته، نحترم دستور تاع بلادي كيما راه اليوم، ماشي كي تبغي كيولي. لا، وشفتوا واش درنا مع الانتخابات. انا منعوني، قالوا لي بلي ما تقدرش ترشح. قلت لهم معليش انا ما نقبضش السلاح، انايا نقبض السلاح تاع الدستور. قلتوا لي انا ما ترشحش، معليش سلاحي جبتهم بالدستور، النظره تاعي جبتها بالدستور، ما جبتهاش من السعودي ولا من الماريكان ولا من ايران ولا من اسبانيا. انا نحترم الدستور الجزائري وخدمت بالسلاح تاع الدستور، وما رانيش باغي باللي الناس يغلطوكم ويقولوا لكم باللي لازم نعدلوا الدستور. على بغيتوا تعدلوا الدستور؟ ما نعدلوش الدستور من بعد كي يكونوا الانتخابات والرياضة الرئاسية وتاع وتاع لي ديبيوتي تاع المجلس الشعبي الوطني ان شاء الله تشريعيات. من بعد نخمو، يكون عندنا الوقت مع الشعب الجزائري ونديروا حوار مفتوح. بصح اولا اليوم ما نخرجوا من هذه الازمه السياسيه والعالم كومبلي راه يشوف واش راه كاين، لازم نطلبوا باللي يحترموا الدستور ونطلبوا باللي يكونوا انتخابات في وقت دستوري. لو كان ما ديروش هاك يا والله نبقاو كيما اليوم يلعبوا بينا يضحكوا بينا ويلعبوا بينا ونولوا كيما الفنزويلا 5 سنين وهما يديروا مظاهرات بدون نتيجة سياسية. وهذو الناس عندهم تجربة، يعرفوا كي يديروا. راكم سمعتوا شا قال خو يحيى ويحيى شا قال وشا قال بوشارب، راهم يرقدوا فينا على بالكم ولا لا؟ راهم يحوسوا يربحوا الشعبية قدام الناس يقولوا بلي غلطنا، بصح في قلبهم هذه دخلة في استراتيجية تاعهم. تعرفوا شكون اللي قراهم؟ فرنسا راهي تقري فيهم، فرنسا راهي تقول لهم باللي قولوا استعرفوا استعرفوا باللي درتوا غلطة، وهما يبقوا في الكرسي. الرئيس مازال رئيس، حكومة مازالت حكومة، والدستور عفسوا عليه، ما كان لا انتخابات لا والو. تعرفوا البلاد اللي ما فيها لا دستور لا انتخابات كيسموها؟ يسموها ديكتاتورية. نعاودها لكم، البلاد اللي ما فيها لا انتخابات لا دستور يسموها ديكتاتورية. والمعارضة اللي ما تهدرش بالاحترام الدستور يعني راهي كيما النظام، راهي يدير حاجة غير قانونية. أنا نعرف واحد سياسي وديمقراطي يقدم برنامج ويقنع الشعب ويترشح قدام الشعب الجزائري، والشعب هو اللي خير شكون اللي يمثل الشعب ويمثل الجزائر في الخارج. ونكمل مع الفكرة أخيرة يا جماعة، لو كان ما نحبسوش الغاز، لو كان ما نحبسوش البترول في حسير من حسي مسعود أرجيو وسكيكدا بالطريقة السلمية، نعودها لكم بالطريقة السلمية،
لو كان تزيدوا تخلصوا فاتورة الغاز، لو كان تزيدوا تخلصوا فاتورة الإلكتريسيتي، والله 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 ما يصرى حتى حاجة في هذا البلاد. عندهم أن بوان فيه برك، لازم نحبسوا لهم الدرهم المدخول تاع الغاز تاع البترول وتاع الإلكتريسيتي. ما زيدوش قاعد تخلصوا الإلكتريسيتي فاتورة تاع الإلكتريسيتي، ما زيدوش قاعد تخلصوا فاتورة تاع الغاز، ولازم تبلوكو بالطريقة قانونية وسلمية الغاز في حاسي رمل، البترول في حاسي مسعود، كيما بداو يديروا إضراب في حاسي رمل وحاسي مسعود. هذه حاجة مليحة ولازم نبقاو فيها. واش راهم يقولوا في فيسبوك باللي 26 27 28 في هذا الشهر باللي يديروا إضراب، هذه حاجة ما شاء الله، بس لازم نديروها كل يوم كل يوم. ولازم نحبس لهم الغاز والبترول، باسكو كي نحبس لهم الغاز والبترول فرنسا تزعف، امريكا تزعف، ايطاليا تزعف، اسبانيا تزعف، كاع يزعفوا، بصح ما يهمناش باسكو هذو الدراهم ما يدخلوش في الجيب تاع البلاد. راكم تسمعوا الدراهم تاع الغاز والبترول يدخلوا في الجيب تاع الطاليان تاع الامريكان تاع اسبانيا تاع الانجليز وهي رايحه. فهمتوني ولا لا؟ مانا خاصين والو حنايا. ونكمل معاكم، راكم حاسين كيما كنت في سويسرا وداتكم اللايف وشفنا واحد الشركة يسموها سامكو في لوغانو في سويسرا، وتلاقينا عمل كوطابل كوطابلي تاعها، وحكيت لكم باللي بال 81 50% من الغاز الطبيعي اللي يفوت بالتويو اللي يروح تونس والطاليان يروح الطاليان، شركة طاليان اسمها إيني، و 50% تاكلها المافيا الجزائرية. سمعتوني مليح؟ 50% المافيا تاكلها، و 50% شركة طاليانية إيني من 81، والشعب الجزائري صفر. دونك هذه مافيا اللي ما بغاش تستعقل. لو كان ما ترجعوش الانتخابات ولو كان ما ترجعوش الدستور الجزائري، ما غاد ان شاء الله ندير لكم لا فيديو تاع هذا الكونطابلي هذه. ليلكم سعيده ونتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، والسلام عليكم.